ينظم ملتقى أكسس الاقتصادي في الساعة 10 من مساء اليوم ندوة إلكترونية عبر تطبيق الزوم بعنوان أثر الصناعة الوطنية على الأمن الغذائي. يهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على عدة مواضيع ومحاور، منها تعامل الشركات خلال جائحة كورونا لتوفير المنتجات للمستهلكين، بالإضافة إلى موضوع التمويل على استدامة الأمن الغذائي ومستقبل الأمن الغذائي بالمملكة. معنا من الرياض عبر الهاتف مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الهدر زيد الشبانات. أستاذ زيد، أهلا بك معنا. يعني بداية، هل هناك أرقام وإحصاءات في المملكة ترصد لنا حجم الهدر الغذائي؟ السلام عليكم، حياكم الله، وأشكر القناة الإخبارية على مشاركتها الدائمة. طبعا المؤسسة من واجبها الوطني تشارك في هذا الملتقى اللي يأتي طبعا على هامش قمة دول العشرين والتي ستقام في المملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري. فالمملكة المؤسسة العامة من واجبها الوطني طبعا لما توصلت له من أرقام، طبعا عملت دراسة لتكوين خط أساس وتحديد الأرقام فعلية للمملكة العربية السعودية. استمرت طال عمرك قرابة عامين الدراسة، وشملت مناطق المملكة العربية السعودية 13 واستوعبت 35 مدينة ومحافظة، تطرقت ل 19 سلعة من السلع المهمة على رأسها الأرز والدقيق والخبز والتمور وبعض اللحوم والخضروات والفواكه. خلصت الدراسة طال عمرك طبعا بمشاركة 600 باحث وباحثة ميدانية، لأن النتيجة طبعا نسبة الهدر في المملكة العربية السعودية فقدوا الهدر 33.1% طبعا سنويا. طبعا الأرقام للأسف طبعا المواطن أو الفرد في المملكة سواء مواطن أو مقيم يتسبب في خسارة متوسط 184 كيلو جرام تقريبا سنويا. قيمة ما يهدر بالنسبة للسلع 19 سلعة تقريبا 13 مليار ريال، ولو قسناها الله يسلمك بجميع السلع اللي في المملكة العربية السعودية قرابة 300 وتقريبا 300 وتزيد 300 سلعة، فإن الهدر فقط يصبح تقريبا 40.5 مليار. طبعا هذا في كتاب صدر على موقع المؤسسة ترجم باللغة الإنجليزية، اسمه كتاب خط الأساس، في تفصيل الدراسة ونتائج اللي توصلتها الدراسة. طيب هذا الملتقى الذي ينظم هذا اليوم ندوة عبر عن بعد، يعني عن أثر الصناعة على الأمن الغذائي، هل يعني يستطيع أي شخص أن يحضر هذه الندوة؟ اي نعم، على موقع الملتقى الأكسس الاقتصادي، وبالرابط على لما يدخل التويتر يحصل الرابط ان شاء الله ويدخل ويكون ان شاء الله من المشاركين، ونستمع ان شاء الله اذا كان في مداخلات او اسئله بالنسبه للزملاء في الملتقى. طبعا بيناقش تقريبا مثل ما تفضلت اكثر من 9 عناصر، يشارك في الملتقى تقريبا 12 شخص ما بين حكومي وقطاع خاص وقطاع الخيري اللي هو القطاع الثالث جميع حفظ النعمه، كلهم ان شاء الله بيضيفون لهذا الملتقى، ولعل ان شاء الله يصب في مصلحه بلدنا المملكه العربيه السعوديه. شكرا جزيلا من الرياض، مدير عام البرنامج الوطني لمكافحه الهدر زيد الشبانات، اشكرك.